الواقع يا إما أم مغيبة عن الدور الأصلي اللي منوطة بيه وتسأل عنه، كلكم راع وأنت مسترعاة على زوجك وأولادك، والدور ده أنت ما بقيتيش تقومي بيه، يا مشغولة بموبايل يا بتيك توك يا متابعة الفاشونيستا يا الأكلات يا الموضات يا البراندات يا التخطيط. أصل اتجوز وعمل وأكيد التانية سحرتي وعملت لي، فإحنا مش عارفة هنعمل إيه، فإحنا هنعمل سحر عشان يضل السحر. وبعدين يا إما جاية أصل أهل زوجي عملوا، فإحنا بنخطط دنيا دنيا كاملة. فين يا بنتي الدور اللي أنت عاملاه عشان خاطر الأولاد؟ طفل 6 سنين ده يكون خاتم، طفل 6 سنين ده يكون عارف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، طفل 6 سنين ده يعني داخل على 7 طفل مميز عليه من الأحكام الشرعية في الإسلام، يجب أن يعرف مين الأنبياء ومين الرجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الأقل السيرة والأربعين النووية. فين أنتِ؟ فين؟ ومين يعلم ابنك غيرك؟ يقول لك تعالى. عشان بس أعرفك إن ده مش دورنا ولا بتاعنا، وإحنا عايشين يعني بصي يعني روبوتات في عالم نسأل الله العفو والعافية، إلا المسلمة التقية الواعية اللي ممكن تحضر مجلس زي ده وجزا الله خير القائمين عليه، عشان تطلع ولو بجملة وتنوي نية بعديها أنا هبقى أكون الأم دي. أبداً ما أقف قدام ربنا أقول لي ضيعت الرعية. تسألي عملونا المفروض كل ما تقابلونا وتقولوا لنا، وإحنا بس الزوجات والأمهات ما تقولوا للرجال والرجالة ما بتعملش، يا ست يحاسب. يا ست الله يصلح حالك هو يحاسب على تقصيره. مركب انت فيها انت وزوج، واحد يوم قرر يسيب المجداف ويسيب المركب تغرق تسيبيها باولادك؟ يعني ايه الكارثه دي؟ ايه العقل ده؟ لا ما هو وده اللي بيحصل، عمل وراح وسابك، يلا سيبيه، يلا 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 سيبيه، مش تعالوا نخاطب الراجل على تقصيره وعلى كذا ونحط، لا انت اعملي واشتغلي وكوني سترونج واندبندنت ويلا شيلي واعملي وسيبي. مين يربي الاولاد؟ الدوله والحكومه والمدارس وبتاع اللي هم لا يمدوا، انا بنتكلم على الغرب. فيطلع جيل، او حتى في معظم البلاد العربيه لو الدوله فعلا او المدارس او الهيئه التعليميه مش منتبهه للي بيدرس تعليم، انا عايزه تربيه، انا عايزه تربيه، انا عايزه قبل ما يتعلم الرقمات ولا حساب المثلثات ولا الميكانيكا ولا الفيزياء ولا الجغرافيا ولا الجيولوجيا